الأخ خالد، اختصاصي أمر الأنف والأذن والحنجرة. أولا رمضان مبارك سعيد، تقبل الله صيامنا وصيامكم. فيما يخص التخصص ديال أمر الأنف والحنجرة في رمضان، كل ما نقدر نقولوا أن على مستوى الأذن مثلا ما كاينش شي إشكال، إلا أنه كاين بعض الحالات اللي تيتسالوا فيها بعض المواطنين، كمثلا واش التقاطر تاع الودنين تيقدروا يفطروا. التقاطر تاع الودنين إلا كان الطبل سليم ما كانش فيه شي مشكل ما تيفطروش، ولكن اخ الا كان مثقوب يقدروا يوصلوا للحلق ويقدر يدير مشكل والمريض يقدر يداك مسو. المشكل الثاني اللي عندنا هو اللي عندنا في هذا الصيف، تيكثروا عندنا الحالات ديال التهاب ديال الاذن الخارجيه اللي تيكون فيها الم قوي والم كثير، وانا ذاك المريض ما يقدرش يصوم لضروره اخذ بعض الادويه. ثم كان المسحه الثانيه على مستوى الاذن هو الدوخه. الناس اللي تتشدهم الدوخه بزاف في رمضان، كاين واحد الدوخه تتكون من الودنين وتيكون فيها التقيه، وانا ذاك قد يبطل الصيام لان لازم تتقيه والمريض خاصو ياخذ الدواء. وتتكون واحد الدوخه اخرى عندنا في رمضان خارج الاذن، وهي الدوخه تتكون على سعر فاش يكون الضغط الدموي نازل او تيكون السكر نازل، وهنا الانسان خاصو يكون يرتاح وياكل مزيان ويشرب مزيان. التقاطر تاع الودنين يمكننا نستعملهم في الليل، اغلب الادويه نقدروا نحولوها الليل. بعض المرضى تيكونوا يعانيوا من التهابات مزمنه على مستوى الجيوب الانفيه وعلى مستوى الانف والحساسيه في رمضان، لان الدات تكون جافه من الماء فتقدر تظهر بعض المضاعفات، فلهذا تنصحوا الناس يشربوا الماء بزاف اللي عندهم هذا المرض ديال التهابات ديال الجيوب الانفيه وديال الانف. اما فيما يخص الرشاش فكاين النقاطي، هذوك النقاطي يقدروا يوصلوا للحلق، فلهذا الانسان يستحن يستعملهم في الليل او يدارك نفسه لا دارهم بالنهار. اما فيما يخص كاين بعض البخاخات، هذاك البخاخ فتبقى كعلاج موضعي يقدر تستعمله بالنهار، ولكن من باب الحيطه سمين، وخاص الانسان يشرب الماء بزاف يشرب الماء بزاف يشرب الماء بزاف باش الجيوب الانفيه ديالو ما تنشفش، لان الدات تكون ناشفه من الماء، والماء غجول الماء تيكون اما في القلب ولا في الكلي وفي الدماغ، باش ما تكونش هناك التهابات على مستوى الانف في هذا الشهر الكريم. ثم كاين عندنا ما يسمى بالرعاف، الناس اللي تيرعفوا تيكون عندهم نزيف فيمكنش يصوموا، لان غالبا ما الدم تيوصل للمعده، والعلاج تيطلب واحد التشخيص دقيق، وفي العلاج يمكن الانسان يكون مضطر يفطر. اما على مستوى الحلق واللوزتين، تعرفوا بلا الشهر الكريم الناس ما تبقاش تدخن بزاف، وهذه فرصه للاقلاع، وتنقصوا الالتهابات وما كاينش خصوصيه الانسان الا جاب الله قدر الله ومرض بالتهاب الحلق او اللوزتين يمكن له يتناول الدواء في المساء ويقدر يتحمل الصيام ديالو. اخيرا تنحب ننصح الناس اللي عندهم متبعين على الغده الدرقيه معروفه عن العموم بالكواطر، سواء الناس اللي فاتحين وتياخذوا الدواء بصفه مستمرة، ما يقطعوش الدواء ديالهم وياخذوه في الليل في وقت مستمر، سواء مع المغرب سواء مع السحور، وما يحاولوش يبداو يبدلوا الكيمياء ديال الدواء، وفي هذا الشهر الكريم يديروا شي مراقبة للغدة الدرقية ديالهم ونسبة الهرمونات. وأخيرا تنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وأتمنى لكم صيام مقبول والله يشافي الجميع، وشكرا.